احنا شوف، انا قلت انا في البدايه قلت لكل بلد خواصها، عرفت شلون؟ يعني مثلا في منار، شفنا في منار في سريلانكا في جبال، عرفت شلون؟ وفيها مناطق للشاي، وهناك في مناطق للشاي، عرفت شلون؟ كل دوله طبعا لها ميزه في 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 السياحه، لكن انا دائما احرص ان تكون ايضا بعض الملاحظات اللي انا احب اوضحها تتعلق في وسائل الترفيه. وسائل الترفيه ضروريه تكون موجوده، يعني مو بس حق الكبار، حتى حق الاطفال. فهذه محتاجه الى توافر بعض، مثلا الفندق اللي يمنا مثلا اللي سكننا فيه محتاج الى مثلا انشاء مدينه ترفيهيه حق الاطفال، عرفت شلون؟ هذه ترى يعني ضروريه من ضمن مكملات السياحه، لان الاطفال يمكن يكون، انا بالنسبه لي السن كل سن له يعني حبه في 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 الطبيعه وحبه، لكن في الاطفال يحبون وين يروحون؟ يقول لك انا يبا ما احب، انت عارف شلون؟ فهذه محتاجه الى يعني زياده الحرص في هالامور، وهذه دوركم عاد، دور الشركات السياحيه بالتعاون مع الفنادق في انشاء اماكن ترفيهيه وسياحيه، عارف شلون؟ اماكن ترفيهيه للاطفال اللي يحتاجون مساعده، اللي يجون مع عوائلهم. و الشلالات هذه يعني هذه طبيعه من عند الله في الحقيقه، طبيعه شلالات يعني دائمه الاستمراريه والتدفق اللي شفناه. شلالات انا اول مره اشوف شلالات بالحجم هذا، عرفت شلون؟ وبالحجم هذا وبالعجبي او اعجابي فيها اعجاب غير طبيعي بالنسبه للشلالات والخضره والماء الحلو اللي قاعد ينزل من الجبال.